يا مساء الانوار حبايب قلبي، يعني في هذا السيزن السابع من برنامج على السيف امانه انا مستمتع ومو قصور كلام اخواني. اليوم عندي اليوم هرمين والله، يعني وايد مستانس لما يكون معي نجم مثل طارق العلي ونجم مسرحي الاول، وايضا الكلام والشكر ايضا موصول حق اخوي الفنان الكبير العملاق داود حسين، طبعا اللي اثبت نفسه فعلا بالفتره الاخيره خلال المسلسلات الدراميه التراجيديه. يعني صراحه انتم اثنينكم مع بعض جبارين، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير عبد الله، ومساكم الله بالخير مشاهدينا، وسيزن جديد وافتتاحيه جباره مثل ما يقول. واحنا اليوم ما بين عمالقه منورين الاستديو والساعه المباركه، افضل مشهد. فنان مسرحي وافضل فنان بالدراما نورتونا باكو وقاعده جماهيريه كبيره وتاريخ احنا نفتخر فيه. اول شيء كلامكم حلو، بس داود حسين نجم مسرح ونجم تلفزيون، صح؟ يعني ما يصير تقسمون طارق مسرح، لا كلنا هذا الريال نجم تلفزيون ومسرح، فعطوا حمار شامل يعني حشية. احنا ربينا ابو حمود، ربينا على لا ربيت عليه شنو هو جسمه. لحظه من يوم سلاحف النجو هذا، لكن امانه انت وياه سلاحف الدراما اسمع ابو حمود، امانه الدراما يدري يعني ابو حسين. انا ما اجامل، دقيت على مره على التليفون قام يبكين تراجيدي يا رجال. لا داود حسين مو طبيعي، فهو اختار الطريق اللي يناسبه. طبعا مو قصورا بالمسرح، المسرح لا يعني انتم اساتذه، لكن في الدراما قام يمتعنا بالفتره الاخيره اختيارات النصوص جباره، فاحنا كنا وايد مستمتعين امانه بما يقدمه. لا ومع الاسماء الكبيره استاذ سعاد عبد الله، وكان في مسلسل اللي كان عندك بنت اسمها اللي وياك الشباب يعقوب موضي موضي ايضا.